شفت تحسن في الشوط الثاني في الاداء ولا زي اللي حصل في الشوط الاول بدايه ضعيفه وبعد كده تحسن على مدار الشوط الثاني؟ لا يعني زي ما انت بتقول هي كانت بدايه ضعيفه في الشوط الثاني برضو، ولكن تحسن على مدار دقائق الشوط الثاني، لكن مبكر عن الشوط الاولاني. مظبوط. يعني الشوط الاولاني كان التحسن مثلا في الدقيقه 30 الدقيقه 35، لا انت هنا من الدقيقه 60 بدات تخش في المباراه، يعني فاتك حوالي ربع ساعه 10 دقائق بدات ترجع تاني للمباراه. فيتوريا أدار المباراة بشكل كويس جدا، تدخلاته كانت مميزة بشكل كبير جدا، دخول حمدي فتحي، دخول بيكهام ناحية اليمين، قدر ان هو يعطي بعض الصلابة للمنتخب خلال زمن المباراة. زيزو تألق بشكل كبير جدا جدا وعمل تمريرة هايلة في الهدف الثاني، شبيهة بتمريرته في الهجمة اللي ضيعها محمد صلاح، وهي تيبيكال روي فيتوريا بتاعت الشوط الاولاني، لعبها زيزو الحمدي اللي لعبها باك باص لمحمد صلاح حطها بره، العكس النهارده زيزو لتريزيجيه اللي لعبها باك باص لمصطفى محمد اللي حطها الهدف الثاني. فبالتالي احنا بنتكلم على منظومه النهارده لم تكن في افضل احوالها، ولكن خلينا نقول انت سالتني قبل بدايه المباراه ايه غير الثلاث نقاط، قلت لك الهدوء، ان يبقى فيه هدوء حوالين الراجل، فواضح ان الراجل بيكسب بهدوء، ما تلاقيش حتى صخب حوالين الاداء. هو كسب، خد ثلاث نقاط، اعتلى صدارة المجموعة، ضمن صدارة المجموعة مش تأهل بس كمان، لأن حتى في حالة التساوي لو لا قدر الله خسرت الماتش اللي جاي وغينيا كسبت فأنت نتائج رايح جاي بالنسبة لك، أنت اللي كسبان رايح جاي، فبالتالي تديك صدارة المجموعة، تمنحك صدارة المجموعة إن لم أكن مخطئا يعني، لكن في النهاية أنت بتضمن التأهل، بتضمن الصدارة، بتضمن نقاط في التصنيف زي ما احنا اتكلمنا على نقطة التصنيف. المباراة كلها مكاسب، بتخرج بأقل الخسائر، مفيش إصابات الحمد لله، مفيش إجهاد، رغم إن أنت جاي لك لعيبة لعبة من يومين نهائي دوري أبطال، وجاي لك لعيبة جاية من موسم طويل في أوروبا، فبالتالي فوز مهم جدا يعطي مزيدا من الهدوء على مرحلة روي فيتوريا مع منتخب